باعتبار أن هذه الثلاث هي الأركان العظمى في الإسلام بعد الشهادتين، ولأن الحج مفروض على الإنسان مرة واحدة في العمر، ولهذا ركز المصنف على هذه الثلاث. طيب، اليوم إن شاء الله تعالى بنقرأ مقدمة خفيفة بتساعدنا على فهم هذا الكتاب، وبعدين إن شاء الله نقرأ كلام المؤلف. وكلام المؤلف وإن كان هو في فقهه يميل إلى فقه الدليل، وهو أميل إلى المذهب الحنبلي، ولكن هو أميل إلى فقه الدليل، يعني يأخذ أو يتبنى من المسائل ما كان دليلها أقوى حتى ولو كانت في المذاهب الأخرى. وعلى ذلك إن شاء الله في شرحنا بنتناول مسائل اللي ذكر الشيخ إن كانت في الفقه الحنبلي أو في غيره، ونرجح المسألة من المذاهب الأربعة المعروفة عند المسلمين. يعني لو كانت المسألة عند المالكية القول الراجح نأخذ بقول المالكية، ولو كان عند الأحناف الراجح عند الأحناف نأخذ بقول الأحناف، وهكذا. طيب، أولا الفقه هنا هو فقه الصيام، وكلامنا عن شهر رمضان، فتعريف الصيام العلماء قالوا لغة هو الإمساك. يعني لو سمعت كلمة صام يصوم صائم المعنى الإمساك. قالت مريم كما ذكر الله عنها: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يعني نذرت أنها تصوم عن الكلام، أي تسكت. وشرعا الصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد إلى الله. ده تعريف الصيام، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد إلى الله. الليلة بس إحنا دارين نقيف مع التعريف ده، نشرحه في مجلسنا ده. أولا، هذا التعريف تضمن مسائل، منها ما هي المفطرات، دي مسألة، طلوع الفجر وما يتعلق به من أحكام، غروب الشمس والنية. أولا، جاء في حكم رمضان، هذا كمقدمة، في حكم رمضان أنه واجب، والصوم الواجب مع رمضان بيتضمن شيئين يا أخوان، رمضان واجب ومعه النذور والكفارات، ده الصيام الواجب. لما تسمع الصيام الواجب إما رمضان أو صيام النذر أو صيام الكفارة زي كفارة الظهار أو كفارة قتل العمد أو قتل الخطأ، عفوا كفارة قتل الخطأ وكفارة
الإفطار بالجماع زي ما حيجينا قدام إن شاء الله تعالى. فالواجب منه شهر رمضان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكذلك في حديث عبد الله ابن عمر: بني الإسلام على خمس إلى أن قال: وصوم رمضان. فواجب بالكتاب والسنة والإجماع، هذه مسألة. مما جاء في فضل هذا الشهر فضائل كثيرة وأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يا أخوانا حديث الفضائل كثيرة، بس أنا داري أقف مع نقطة واحدة في الحديث ده العلماء قالوا فيها كلام جميل جدا، وهي: إلا الصوم فإنه لي. لاحظ ربنا قال فإنه لي وأنا أجزي به. طيب نشوف كلام العلماء. سفيان بن عيينة يقول كما نقل عنه البيهقي وابن رجب في كتاب جميل جدا اسمه لطائف المعارف لما في مواسم العالم من المعارف. طيب يقول: هذا من أجود الأحاديث وأكملها، إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله. لاحظ الإنسان بعدين بيكون عنده مظالم في الدنيا دي، القاعد نسويه كثير، أكلت حق زول، كذبت عليه، كلمت في عيد الزول بالباطل، إلى آخر المظالم الكثيرة، بعدين بيجي بتعلق في رقبتك داير حقه، فيعطى. فرأي سفيان رحمه الله تعالى أنه يعطى من أي عمل إلا من الصيام، لأن ربنا قال: إلا الصوم فإنه لي. ده ما بده الناس إنه بعدين في المظالم، لما يدوا ذاك من حسناتك ويدوا ذا من الحسنات، لما يبقى عند الصيام. شوف سفيان قال شنو؟ قال: حتى لا يبقى إلا الصوم فيتحمل الله عز وجل ما بقي عليه من المظالم. لما يبقى فضل له صيامه وزول متقي لله وصايم تمام، ربنا يتحمل عنه ما بقي من المظالم، داك داير منه وده داير منه ولسه في ديون في رقبته، ربنا يتحمل عنه. قال: ويدخله بصومه الجنة. الصيام اللي صامه ده ربنا بيدخله ليه؟ ويدخله به الجنة. قال ابن رجب: إن الصيام هو مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي جبلت على الميل إليها لله عز وجل. لاحظ عبادة الصيام دي أنت بتترك فيه أشياء ما بتتركها إلا في الصيام، كويس؟ قال: ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام. ما في عبادة ثانية فيها ما في الصيام. الصلاة الزول بيمتنع عن الأكل والشرب فيها، لكن ابن رجب قال: والصلاة قصيرة. يعني ما في زول في وقت الصلاة بجوع لدرجة إنه يتأذى من الجوع في وقت الصلاة ده، ولا العطش، لأنه الصلاة في النهاية قصيرة، كويس؟ قال ابن رجب: قال بعض السلف: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره. تخيل انت قدامك الشراب والاكل وانت براد، ما في زول شايفك، كويس؟
يعني ممكن تأكل تشرب، لكن ما عدا كله انت ما بتعمله. لماذا؟ خوفا من الله سبحانه وتعالى. عشان كده زول ترك شهوة، قال لشهوة حاضرة. دائما الجماعة بيقول لك الحاضرة بخيتة، صح؟ الحاضرة اللي قدامك دي الزول بخليها لموعد غيب، موعد بعدين جزاء يوم القيامة لم يره. فدي فضيلة عظيمة. قال سفيان: ووجه آخر، الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه أحد. ما تشوف الصيام ده الوحيد اللي ما بيعرف. الصلاة دي لو ما بتصلي ممكن الناس يكتشفوك. واحد قاعد معاي قبل أيام الصباح كده مع شروق الشمس بنشرب في الشاي في محلة برا، جو شباب، واحد منهم قاعد بيشطف صباح، الكلام ده يعني بعد الفجر بتقريبا زي ساعة. عينت الزول اللي قاعد قدامي قلت له: الشاب اللي بيشطف ده في الغالب ما بصلي. ليه؟ لأنه كرعيه فيه أسفين أثر الوسخ بتاع البارح. لو كان بيصلي ما كان بيشطف وقت زي ده. عشان كده لو ما بيصلي بتتعرف. كويس؟ لكن ممكن تكون ما بتصوم لكن ما بتتعرف. تجي مارق قدام الناس وتنشف خشمك تخليها غبش وتشيل لك مسواك وتسوي لهم الليلة اليوم ده مسخين، وانت فاطر ماك صايم. عشان كده قال: سر بين العبد وبين ربه. قال: وقيل لا تكتبه الحفظة. الحفظة اللي بيكتبه ما بيكتبه الصيام. قال: فإنه لي وأنا أجزي به. وقيل ليس فيه رياء. الصيام ده ما فيه رياء. وعلى ذلك يا اخواننا ده من الفضائل. ولهذا قال العلامة ابن القيم كلمة جميلة جدا صغيرة: الصيام ده ما صبر في النهاية. الصيام صبر. قال: قال تعالى: فجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. قال: ولما كان الصبر خشونة مع تضييق. الصبر تضيق، وتضيق نفسك زاد. والله كان غالبك الصبر تشاكل الناس وضيق شديد، خشونة، الصبر خشن وفيه ضيق. قال: جزاهم الله تعالى جنة واسعة. لأنه الصبر ضيق، شوف شوف الجزاء كيف. لما كانت ضيقة عليهم الأمور جزاهم جنة. قال: وفيها الوساعة وحريرة، فيه اللين، الحرير ملايين. الصبر لما كان ناشف زمان ربنا جزاهم الحرير، والضيق بتاع الصبر ربنا جزاهم بهم الوساع في الجنة. طيب نرجع إلى التعريف ونقول التفصيل في مفردات التعريف. فالصيام له ركنان في التعريف اللي قلناه. الركن الأول: الإمساك عن المفطرات، ما تأكل ولا تشرب ولا تأتي الجماع ولا ما كان في حكم ذلك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ده الركن الأول وهو الإمساك. الركن الثاني وهو النية. ده الركنين للصيام. أما الركن الأول وهو الإمساك عن المفطرات، فعندنا المفطرات أنواع. نمرة واحد: تعمد الأكل والشرب. لاحظ قلنا تعمد الأكل والشرب. ليه الفقهاء بيقولوا تعمد؟ قالوا: لأن الناس زر بياكل ناسي أو مخطئ ليس عليه شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. حديث أبي هريرة رواه أبو داود. وده فيه يا أخوان، الزول لو نسى أو أخطأ، نسي أو أخطأ في نهار رمضان فأكل أو شرب،
فإنما أطعمه الله وسقاه. كمل صيامه عاد ما عليه شيء. وهذا في الفرض وفي النفل. وهذه المسألة عند جمهور العلماء. لما نقول الجمهور قاصدين بشنو يا اخوان؟ انا داير اشرح بالراحة وبالبلد بالداري بكده، بس انا هدفي الناس المعلومات تقع عليها، ما هدفي تنميغ العبارات. لما نقول الجمهور بنقصد من الأئمة الأربعة ثلاثة، مما يكون في ثلاثة قالوا بالقول ده قول الجمهور. طيب قول الجمهور إلا المالكية بيروا إنه في فرق بين النافلة والفريضة. الزول لو أكل أو شرب ناسيا عند المالكية صيامه صحيح، صيامه صحيح إذا كان فريضة. أما لو نافلة لا، يقولوا خلاص فسد الصيام. دي مسألة خالف فيها المالكية. مسألة ثانية في النقطة دي خالف فيها المالكية، قالوا وجب عليه القضاء. من نسي فأكل أو شرب عند الجمهور ما له يا أخوان، ما عليه شيء، صيامه صحيح ولا عليه قضاء. لحديث أبي هريرة المالكية قالوا سدا للذريعة ولحرمة الشهر عليه القضاء، عليه قضاء اليوم ده ويكمل يومه وعليه القضاء. ولكن الراجح قول الجمهور هو الراجح للحديث من نسي فأكل أو شرب، حديث أبي هريرة. طيب إذن عندنا المسألة الأولى من المفطرات تعمد الأكل والشرب. والأكل هو، أنا ما أنا أعرف الأكل، ما يزال بعرف الأكل، لكن التعريف ده لأنه بعدين حجينا أحكام بتدرج مع الأكل، لأنه عيب ذات ذول يعرفوا الأكل، لكن ما معروف. طيب الفقهاء قالوا إدخال شيء إلى المعدة من طريق الفم أو الأنف عامدا. لاحظ الأنف يدخل في الأكل والشرب، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث لقيط ابن صبرة، لقيط ابن صبرة قال له بالغ في الاستنشاق. ده لما تيجي تتوضا تشيل المويه بتدخلها في انفك، الفم والانف مع بعض، المويه بتدخلها في فمك وبتوديها على الانف طوالي بجرعه مويه واحده او بغرفه واحده، الفم والانف. يلا من السنه تبالغ في الاستنشاق، تدخل المويه جوا، تدخلها في مدخل الانف وتجرها لجوه. طيب قال له بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. في الصيام ما تبالغ في الاستنشاق، استنشق على خفيف. العلماء اخذوا منا انه المويه لو دخلت بالانف ومرت حتى نزلت الى الجوف هي من المفطرات، عشان كده يدخل في الاكل والشرب يدخل معاي الاستنشاق، استنشقت مويه بانفك ودخلت الى الجوف دي من المفطرات. طيب نحن نتكلم عن نقطة ألف اللي هي الأكل والشرب عامدا، قلنا يدخل فيها يعني في الأكل والشرب عمدا يدخل فيها واحد ما ينفع وما يضر وما لا ينفع ولا يضر. يعني الأكل ده ما تتخيل إلا أنت تاكل حاجة لذيذة بتعجبك. لو أكلت حاجة بتعجبك أو ما بتعجبك بتنفعك أو بتضرك، المهم ما دخل إلى المعدة من طريق الفم أو الأنف ده يعتبر في الأكل والشرب. اثنين يدخل فيه الإبر المغذية. لاحظ الإبر المغذية، الإبر دي الدريبات يعني، والدريبات يعني المغذية
التي تقوم مقام الطعام في حقن الزول بياخذها ما بتأثر على الصيام، وفي حقن ودربات بتأثر على الصيام لأنها بتقوم مقام الطعام والشراب. بدوك درب بتاع ملح، درب ما عارف أظن جراكوز وغيرها من المغذيات بتقوم مقام الطعام تدخل فيها. طيب ثلاثة، الاستنشاق الذي يصل إلى الجوف ذكرناه. أربعة، البخور الذي له جرم، كلمة جرم جيم راء ميم، ما أي بخور بيفسد الصيام، بخور عادي تشم ريحته ما فيه مشكلة، لكن البخور الذي له جرم ده زي بتاع الشيشة وبتاع السجاير، وإن كانت دي في أصلها محرمات لكن ده عنده جرم بيدخل جوه في الجسم وبيغذي الذاكرة. منبه كويس، البخور الزي ده بيدخل في الشهوة. عشان كده ابن تيمية عنده رسالة صغيرة اسمها حقيقة الصيام، رسالة دي قيمة جدا اسمها حقيقة الصيام، اتكلم عن علل المفطرات. اي مفطر من المفطرات عنده علة خلته يبقى مفطر، لان انت بتستغرب في حاجات بتفطر وما داخلة للجسم، بين انه اللي بيفطر هذيل اول حاجة في اشياء بتدخل وفي اشياء بتمرق وفي اشياء لا بتدخل لا بتمرق، انما هي شهوات. عشان كده تدور احكام المفطرات في اشياء داخله الى الجسم، شهوات داخل الجسم واشياء خارجه منه، وتضعف الجسد وفي شهوات فقط، قد ما تضعف الجسد لكن تعاطي لشهوات كويس. طيب ويخرج عنه، يلا نحن قلنا اللي بيدخل في الاكل والشرب الابر المغذيه والاستنشاق والبخور، في اشياء ما بتدخل في معنى الطعام والشراب. واحد، تعاطي الابر غير المغذيه كالحقن، الحقن العاديه، زول عنده ملاريا خفيفه او باقي ملاريا كده وده يصوم بيه عادي بيقدر يصوم، لكن عنده حقن دار ياخذها، اخذ حقنتك بتاعت الملاريا عاد ما في شيء. انسان مثلا عنده سكري ولسه خفيف معاه بيتقدر يصوم حبه حبه، بيقدر وان كان الافضل ما يصوم لكن بيتقدر يصوم وبياخذ حقنته اثناء الصيام ياخذها عادي ما في شيء. بخاخ الازمه استعماله عادي ما في شيء، لانه بخاخ ما فيه جرم بيدخل الى جوف الانسان ويدخل الى الرئه ولا يدخل الى المعده، عشان كده ما فيه حاجه. دي كلها تدخل يا اخواننا في شنو؟ في الابر غير المغذيه. طيب قالوا والدهن تتمسع عادي ما في حاجه، والكحل بالنسبه للنساء والرجال ما فيه شيء، والعطر الريحه ما في حاجه. طيب وكذلك المعجون، استعمال المعجون في السواك، بس المعجون ده داير حذر شوية لأن المعجون فيه رائحة نفاذة قوية، زول لو ما عمل حسابه بيبقى أشبه بالدخان اللي عنده جرم بيدخل إلى البدن، فالزول ممكن تسوق به لكن بحذر. قالوا ثالثا، مداوات الجائفة والمأمومة. الجائفة أي جرح يدخل إلى الجوف، جوا في جوفك عملوا لك عملية جرحتك في علاج دواء بيدخل لك إلى جوفك كويس،
مداوات أي جائفة. قالوا ده ابن تيمية قال وهذا من جنس العلاج لا من جنس الغذاء ولا من جنس الشهوات. وإن كان الجائفة بتدخل للجوف لكن هي من جنس العلاج، ده دواء وليس من جنس الغذاء. ده ما فيه غذاء للجسم، ده علاج فقط. ولا من جنس الشهوات، عشان كده ما بتدخل في علل المفطرة المأمومة. المأمومة دي الضربة اللي بتجي في أم الرأس في الدماغ يعني، عشان كده سماها مأمومة. والجائفة لأنها بتدخل للجوف، فلو في علاج في جوف الإنسان ولا علاج في أم الرأس، فتحوا رأسه حصلت له مثلا حادث بتاع حركة وهو قريب وقت الصيام قريب وقت الأذان، بعد ذاك أسعفوه سريع عالجوا له علاج في رأسه وكذا وخلاص لقى وقت الإفطار جاء، ما يعيد يومه ده، ما يعيد، لأنه دي ما من المفطرات. طيب رابعا وأخيرا تذوق الطعام للحاجة. المرة بتصب في العصير ولا بتعمل في الطبيخ بتاعها أحيانا بتحتاج تذوقه، لكن انتبهوا باللسان بس ما يمشي جوه. ابن عباس رضي الله عنه الصحابي الجليل قال لا بأس بتذوق الطعام للحاجة، تذوق بلسانه وطلع طوال، لكن ما تمشي كمان يا عجيب تكتر منه، تذوق وتاني تطلع وتاني تذوق شوية، فيبقى للحاجة وبقدر الحاجة وما يدخل منه شيء للجوف. طيب كده يا اخواننا عرفنا الاكل والشراب، واللي بيدخل في الاكل واللي ما بيدخل فيه، اللي بيدخل في الشراب واللي ما بيدخل فيه. ما حكم من اكل او شرب او ما كان في معنى الاكل والشراب عامدا؟ حكمك الاتي. اختلفوا فيه الفقهاء، اختلفوا، هنا ما عندنا جمهور وغير الجمهور، اختلفوا. فقال الإمام أبو حنيفة ومالك، أبو حنيفة ومالك قالوا عليه القضاء والكفارة المغلظة. القضاء وشنو؟ الكفارة المغلظة. قصدي ما شو الكفارة المغلظة؟ دي كفارة الظهار، بعض الفقهاء بسماها كفارة الظهار، يعني إما يعتق رقبة ما وجد يصوم شهرين متابعين بالترتيب، وده ذاته على الراجح بالترتيب، برضه فيه خلاف بالترتيب، أو ما قدر يطعم 60 مسكين. إذا قلنا منو من الفقهاء اللي قال؟ أبو حنيفة و مالك. وذهب الإمام الشافعي وأحمد إلى أنه عليه فقط القضاء، فقط القضاء. القول الأول حجتهم قالوا هذا انتهاك لحرمة الشهر عمدا فهو يلحق بالجماع. هم عارفين ما في نص، ما في نص انه الاكل وشرب عامد على شنو؟ على الكفاره المغلظه، ما في نص، لكن قالوا انتهك حرمة الشهر متعمدا فوجب عليه شنو؟ الكفاره المغلظه يلحق بشنو؟ بالجماع. اما الشافعي واحمد وجمع من أهل العلم قالوا ليس عليه الكفارة المغلظة، لأن الكفارة المغلظة جاءت نصا في الجماع فقط، زول أفضل بالجماع فقط. قالوا ولكن عليه التوبة، لأنه لو صام الدهر ما أجزى عنه. أنت قايل معناه دي حاجة كويسة، ما عليه الكفارة المغلظة حاجة كويسة، دعا له التوبة لأنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وربنا قد يقبل منه وقد ما يقبل منه.
إلا من صدق في توبته، إلا من صدق في توبته. ولذلك دي أقوال الفقهاء في من أكل أو شرب عامدا. طيب عندنا اثنين من المفترات الجماع، تكلمنا عن الأول الأكل، دين وين كان هم اثنين لكن جمعناهم مع بعض. بقي لنا ثلاثة الجماع يفسد الصوم ويوجب الكفارة المغلظة، لحديث أبي هريرة في قصة سلمة بن صخر البياض. الإفطار يا أخوانا بالجماع يفسد الصوم ويوجب شنو؟ الكفارة المغلظة. حديث أبي هريرة قال دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو على نفسه أو ينادي بالويل والثبور، هلكت يا رسول الله هلكت. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما أهلك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا أستطيع. قال له هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ في رواية قال يا رسول الله وما أهلكني إلا الصيام، أنا ذات موضوعي مع الصيام ده، أصوم شهرين متتابعين ما أستطيع. طيب قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال له يا رسول الله ما بين لابتيها، اللابتين يعني الجبلين. قال له من الجبل البيجاي ده؟ ليه الجبل بينك؟ لأنه أصلا المدينة بتقع بين جبلين. قال له ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، أص أفقر مني أنا ما أبغى له، كله من الجبل ده للجبل. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكتل أو عس، يعني قفة كبيرة مليانة تمر، جابوها هدية للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام شالها أداله قال أطعم هذا أهلك، أو قال تصدق بهذا، صدق به. قال على أفقر مني يا رسول الله، هو يعني منو تاني محتاج لأكثر منا نحن ذاته، على أفقر مني يا رسول الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال أطعمه أهلك. فطلع الصحابي رضي الله عنه مبسوط جدا، جاي هو في الأول وإنه عليه ذنب في رقبته وإنه هلك وأهلك مرته، وبعد ده فقير ما عنده حاجة، يرجع وقد أتى بأسباب الغفران ومبسوط وشايل له شنو؟ قفة بتاع التمر لأولاده، فرجع فرحان. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ضحك. والحديث ده العلماء قالوا من باب المسلسل في الرواية، أي زول بيحكي الحديث ده بيضحك فيه، من الرواة اللي بيحكوه أي واحد من العلماء بيحكي الحديث ده بيبتسم فيه. طيب المهم أي إنسان أفطر بالجماع، لكن انتبهوا، عامدا ذاكرا غير ناسي وغير جاهل، وده برضو فيه خلاف بين العلماء انه هل الجهل او النسيان. ما هناك احنا قلنا جمهور الفقهاء قالوا اللي بياكل او بيشرب ناسي ما عليه حاجه، مش كده؟ طيب هنا جمع من الفقهاء قالوا لا يدخل النسيان في هذا، كويس؟ قالوا ما يدخل النسيان، لأنه قالوا النسيان صعب، كيف الزول ينسى في الجماع؟ لأن الجماع له مقدمات، وإذا نسى هو كيف المرأة تنسى؟ فقالوا لا يدخل فيه النسيان، والراجح أنه يدخل فيه النسيان. حجينا المسألة. طيب مسألة مهمة، قالوا وعلى المرأة الكفارة مثل الرجل، الرجل اللي جامع عليه الكفارة المغلظة، والمرأة كيف؟ برضو عليها. لكن قالوا في الحديث ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر إنه على المرأة الكفارة، كويس؟
فالجمهور من الفقهاء أبو حنيفة مالك وأحمد، أبو حنيفة ومالك وأحمد قالوا الواجب على المرأة الكفارة، خلافا للشافعي قال ليس عليها كفارة. والراجح قول الجمهور. طيب لابد نجاوب عن الحديث ده، ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له امشي كلم مرتك وقول لها تكفر؟ قالوا لعدة اسباب، لعله العلة الاولى لعل المرأة كانت مكرهة، ولو كانت مكرهة ما عليها ولا على قضاء ذاته، هذا واحد. اثنين، لعل المرأة كان لها عذر من الأعذار، كانت راجعة من سفر كويس، لعل المرأة عندها عذر ما صايمة أصلا، ولعل المرأة كانت ناسية، ولعلها كانت جاهلة، دي أعذار كثيرة جدا. عشان كده قالوا هذه حادثة عين لا يبنى عليها، فالواجب على المرأة الكفارة زيها وزي الراجل. طيب ثانيا أو ثالثا، يشترط في الجماع التعمد، فإن كان ناسيا أو جاهلا فلا قضاء عليه ولا كفارة. إن كان ناسي أو جاهل لا قضى عليه عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد. في مسألة كان جابها في الشهادة زي دي كده، مش كده؟ قالوا رجل دخل على امرأة ظانا إنه إنها شنو؟ زوجته، وبعد ذاك تبين له إنه شنو؟ إنه ما زوجته، فماذا عليه؟ أول حاجة عملت جدل، الناس كلها جايه، لأنه مسألة غريبة. المسألة دي كونها تكون في أرض الواقع غريبة جدا، ولا ما كده يا أخوان؟ كيف الرجل يدخل على امرأة يظن أنها زوجته؟ مسألة غريبة جدا، لأنه كيف تتوافق أنها تكون في بيتي وفي فراشي وشكلها شكل زوجته؟ أخوان المسألة صعبة جدا. المهم أنا واحد، لكن مرة استغربت المسألة دي كده في درس، بعد الدرس واحد اداني صورة بتاعت مسألة حيرتني، لقيت إنه ممكن تحصل. قال في اثنين أخوان اتزوجوا تومان، في يوم واحد اتزوجوا وبنات توأم بشابها، وفي واحد قريب مستهبل قام لخبط اليوم، أي واحد اتمرت الثاني. الكلام ده هنا في بلدنا دي في الفاو لخبطن، وطبعا دي بتحصل، واي واحد منهم دخل بالثاني. فقال لي ذيل مشوا لواحد داك ما بيعرف الشغله، ما فقه ما بيعرفه، قال لهم زواجكم من الاول كله بطل ودعوا له من جديد ده. وتمشوا قال يعقدوا لكم، واي واحد يعقدوا على الدخل على دي يا زول، تتكلم كيف؟ هو دخل على هذا ذاته، ما بجوز له، ما بجوز يعقدوا له عليه هسه لحد ما يتاكدوا من براءة الرحم، لابد يتاكدوا من براءة الرحم ولحد ما تنضف كويس. ولو كانت حامل ما يجوز يعقدوا له لا على الدخل عليها ولا على غيره لحد ما تضع حمله. طب لخبط صاي، فاذا هم تاكد لهم انه اي واحد دخل على زوجة الثاني فما عليهم اي باس، اي واحد ترجع له زوجته بس، ما في شيء، ده يرجع له زوجته، ده ترجع له زوجته، ده ما خطا. ربنا قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او شنو او اخطانا، ما عليهم اي حاجه، لكن ذاك لخبط لهم ثاني. طيب بعد ذاك الفقهاء قالوا لو تعدد الإفطار بالجماع، لو تعددت الكفارة، لو تعدد
تعددت الكفارة، يعني لو أفطر كم يوم في نهار رمضان عليه أي يوم كفارة لحال، إلا أن تكون في يوم واحد فعليه كفارة واحدة. طيب يلحق بالجماع أشياء، لكن خلوا بالكم يا أخوان، ما تلحق بالجماع في كل الأحكام، إنما تلحق بالجماع في مسألة، وهي في أنها مفترة للشهوة. العلة في الإفطار لا تجمع الشهوة، الأولى يلحق به الإنزال، أي الإنزال المني بالنظر أو الملامسة. من أدام النظر في حرام ولا حلال؟ شهوة. المهم أدام في النظر لدرجة إنه نزل منه المني، لاحظ المني يا إخوانا، دي أحكام شرعية ما فيها خجل ولا فيها حياء في التعلم. البينزل المني لو نزل غير المني ده حكم براء، وحيجينا نزول المني إما بنظر أو بملامسة لمن تعمد ذلك. انتبه، لمن تعمد ذلك، تعمد النظر، فاتح التلفزيون قدامه بعين أفلام ومعارف، يا أخي ذاته بستغرب، ذو الصائم لي الله، إنت الموية الحلال خليتها والأكل الحلال خليته، تفتح لك فيلم حرام؟ الحلال انت خليته. واحد تلقى يقول لك مسلسل رمضان ده ما بتفوت، احسن مسلسل يقول لك بتاع رمضان. يا ناس واحنا صايمين من الحلال، مويه بارده ما بنشربها، نفطر على الحرام؟ كويس، فاتح مسلسل بيحضر فيها فنزل منه المني فده افطر، او بملامسه زوجته او بغيرها أفطر. كويس، ويدخل في هذا الاستمناء عند قول عامة الفقهاء إلا من شذ، والشاذ لا حكم له. هذه المسألة شذ فيها القليل من أهل العلم، وقول عامة أهل العلم أنه من مفسدات الصوم. طيب ولكن لا يدخل فيه، لاحظوا النزول ده لا يدخل فيه نزول المذي بالذال القصيرة، ذال والياء المذي، وهو الذي يخرج نتيجة تحريك الشهوة. زول شاف ليه جزء من مسلسل صغير كده ما وصل المرحلة بتاعت الجبيل ده، لكن مرحلة أقل منه، فنزل منه سائل أبيض رقيق رقيق، هو ما بيشبه المني زي الموية، وبينزل عقيب الشهوة، ده ما بيفسد الصيام لكن بينقص أجره لأنه أنت أخليت بصيامك، أو نزل منه الوذي برضه بيجي نتيجة تحريك الشهوة، وده بيجي بعد البول بيجي نازل، وده أصفر وتخين ويشبه المني، فالوذي برضو إذا نزل ما يفسد الصيام عند عامة الفقهاء. إذن يا أخواننا كده نكون إحنا أخذنا أحكام المتعلق بالجماع وما يلحق به. عندنا الركن الثاني من أركان الصيام، الركن الأول الإمساك عن المفطرات، هنجي بعد شوية للفجر وغروب الشمس. الركن الثاني النية، وهي القصد، ده في القلب، وهي القصد. طيب قال النووي رحمه الله تعالى: لا يصح الصوم إلا بنية ومحلها القلب. ما في الصيام إلا بنية، لأنه ممكن زول ما يأكل ولا يشرب لكن ما نوى الصيام، هذا ما عنده صيام إلا بنية. بعدين قال لك ومحلها القلب، ولهذا
من البدع التلفظ بالنية، لو في صلاة ولا صيام ولا خلي بالك الحج ولا العمرة، حتى الحج والعمرة. طيب ممكن زول يقول لك طيب في الحج زول ما بيلبي، يقول لبيك اللهم لبيك، ها لبيك اللهم حج، لبيك عمرة، لبيك حج عن فلان، لبيك عمرة عن فلان. العلماء قالوا ده ما تلفظ بالنية، ده ما تلفظ بالنية، إنما هو تلفظ بالمنوي. أنت داير تعمل شنو؟ أنا داير أحج. إذا هذا تلفظ بالمنوي وهذا من شعائر الحج، ما تلفظ بالنية. التلفظ بالنية ده مقدوس. طيب كيف أعرف إنه أنا صايم؟ يعني نية الصيام كيف؟ ابن تيمية أدانا جملة بسيطة وقيمة جدا، قال من تعشى عشاء الصائم فقد نوى. العشاء بتاع رمضان بيختلف من العشاء العادي ولا ما بيختلف؟ انت العادي ده ممكن تلقى لك شاي لبن كده ظريف شربته خلاص رقدت نومته، شربت لك حبة لبن وخلاص، الرات ماء ولا اي شيء، تشرب لك عصير وتنوم. في رمضان كيف؟ ده برنامج عشاء رمضان، ها حل براءة ويقعدوا لك جماعة يتلملموا، ممكن تكون عازم عليه صحبانك، ولا واحدين يقول لك لا 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 والله إلا مع الحجة بس عشاء رمضان ده يسوء بعياله يمشي لأمهم ويتعشوا كلهم مع بعض. قال من تعشى عشاء الصائم فقد نوى. بالله يشوف الفقهاء هذول بيستنبطوا كيف. انت لو جهزت سحورك مشيت حطيت السحور في الثلاجة ولا جم كرة على السرير بتاعك، لو ما عندكم كدايس وكلب بنط بالليل وكده خلاص دي النية كده. طيب النية ما بتصح إلا بأربع شروط في رمضان، ما تسمع أربعة دي تخاف، سهلة ما صعب، أربع شروط. الأولى الفقهاء قالوا لا بد من الجزم بالنية. الجزم يعني شنو؟ يعني ما تقول بكرة والله لو قدرت بصوم، لو ما قدرت ما بصوم، ترقد تنوم على كده، لو قدرت بصوم لو ما قدرت ما بصوم، ما عندك صيام. هذا في الفريضة، انتبهوا في الفريضة. طيب فلا بد من الجزم، والجزم هو عقد النية و الجزم بها، يعني حددت انه انت بكره صايم. طيب اثنين التعيين، انت صايم شنو؟ لا بد تعين، صايم رمضان، صايم كفارة، صايم نافلة، ستة من شوال، صايم شنو؟ لا بد من التعيين. ثلاثة لا بد من التبييت، التبييت تبيت النية يعني، وهذا عند جمهور العلماء، أبو حنيفة عفوا مالك والشافعي وأحمد ثلاثة لا بد من تبييت النية، تكون بايتة من بالليل، النية النية البايتة ما تفهم، في ناس يقول لك بايتة معاه ودي كمان موضوع ثاني، بايتة النية من بالليل كويس. ده عند منو قلنا؟ هسه بعدين اخواننا كان سالتكم من التقسيمات الفقهاء هذه بتعرفوها؟ ده قول فلان وفلان وفلان وده قول فلان وفلان، هاي بس انت لو بقيت مركز ان شاء الله بتحفظي. ده قول مالك والشافعي واحمد، قالوا لابد من شنو؟ من تبييت النية.
وحجتهم حديث حفصة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصوم من الليل فلا صوم له. من لم يجمع يعني شنو؟ اللي ما بيعزم على الصيام من بالليل فلا صوم له. وهذا في الفريضة، في الفريضة. طيب، أما في النافلة فلا يشترط التبييت، ما يشترط تبييت النية عند جمهور الفقهاء إلا مالك. جبير الخالف من؟ أبو حنيفة. أبو حنيفة عنده النية ممكن تكون بالنهار، ممكن الإنسان يعزم على الصيام بعد الفجر بالنهار، صيام الفريضة. والإمام أبو حنيفة يتوسع في مسألة النيات، يتوسع في هذه المسألة. لكن عندنا في النافلة بيجوز تعقد صيام النافلة بالنهار. طيب، عند الجمهور إلا مالك. الإمام مالك ما يرى إنه حتى صيام النافلة. طيب، ودليل الجمهور حديث عائشة، والراجح قول الجمهور يا إخوان، ودليلهم حديث عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها قال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: فأنا صائم، فأنا صائم. شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وهذه الفاء فأنا صائم تدل على ترتيب الصيام على عدم إيجاد شيء، ما هي قالت له ليس عندنا شيء، قال: فأنا صائم. إذن هو صائم لماذا؟ لأنه لم يجد شيئا. عشان كده انت عادي ممكن تسأل المرأة الصباح ولا أمك تقول لها: هل أنا في حاجة؟ تقول لك: والله بس الكسر البايتة دي تاني ما في شيء. قول لها، قول لك قولها: أنا صايم، فأنا صايم. ده يا أخواننا في شنو؟ في صيام النافل. طيب، مسألة ثلاثان جاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد قلنا مسألة: لو لم يثبت شهر رمضان إلا في نهار اليوم الأول، لو كان في غيم وتحرى الناس الرؤيا وما رأوا الشهر، إنما ثبت عندهم في النهار، جزول من بعيد، كان عندنا غيم مثلا في العاصمة كلها وما رأى الناس الهلال، وجاء واحد من ولاية بعيدة كلمنا الصباح بعد ما فطرنا بالنهار، قال: رأينا الهلال نحن في مثلا دنقرة. أها، في الحالة دي نحن ما بيتنا، صحيح؟ نحن قلنا عندنا من الشروط في النية التبييت، ما بيتنا الصيام في هذه المسألة. في هذه الحالة قال الفقهاء: نعقد الصيام من النهار ولا شيء علينا، من وقتنا ذاك الفطر فطر والشرب القهوة شربة، ويواصلوا على كده. لماذا؟ لأنه الواجب لم ينعقد علينا إلا بعد الرؤية، ما بنعقد الواجب. ولهذا الراجح في المسألة دي إنه الناس يواصلوا طوال صيامهم، وبعض الفقهاء يقول عليهم القضاء، والراجح إنه ما عليهم قضاء، ما عليهم قضاء، لأن القضاء ده بيكون نتيجة تفريط مننا، ونحن ما فرطنا في شيء، إنما ما ثبت عندنا أو ما ثبتت عندنا الرؤيا. طيب، رابعاً: تحديد أو تجديد النية لكل يوم عند الجمهور. لو تلاحظوا في الغالب عندنا بيكون الراجح قول الجمهور، وهنا
تجديد النية لكل يوم عند الجمهور إلا المالكية. المالكية هنا خالف الجمهور، والراجح قول المالكية، الراجح قول المالكية. وحجة الجمهور أن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة. لاحظوا يا إخواننا حجتهم قوية والله النصيحة. قالوا أي يوم؟ هو عبادة مستقلة لا يفسد رمضان كله بفساد اليوم الواحد. قالوا أي يوم بيفسد براو؟ صحيح؟ لو زول أفطر في رمضان مش بيفسد يومه ده براو ولا بيفسد كله؟ أفطرت يفسد يومك بس. عشان كده قالوا أي يوم عبادة مستقلة، لأنه أي يوم يصح بشروطه ويفسد بمفسداته، ودي حجة قوية. ولكن المالكية، الإمام مالك، ومن المالكية أيضا من تلاميذه زفر رحمه الله، قالوا رمضان شهر واحد وهو كالعبادة المتصلة، كالعبادة المتصلة، ولا يشترط فيه تجديد النية إلا إذا انقطع الصيام لعذر. المرأة حاضت أثناء أيام رمضان، أو رجل سافر، أو رجل أو امرأة مريض، انقطع الصيام ثاني لا بد من تجديد النية في حالة أنه ينقطع الصيام. ولهذا رجح ابن عثيمين وغيره من أهل العلم قول المالكية هو الأرجح، لأنه قالوا الصلاة فيها ركعات، الصلاة فيها ركعات، وأي ركعة بتفسد براءة. صحيح؟ الآن لو في ركعة ما قرينا فيها الفاتحة فسدت ولا ما فسدت؟ واجب إعادتها ولا ما واجب؟ لكن في الحالة دي أنا لو داخل الصلاة وتذكرت إنه الركعة الأولى ما قريت فيها الفاتحة هعمل شنو؟ حأجيب ركعة مكانها. صحيح؟ إذا فسدت الركعة دي براءة وما فسدت الصلاة كلها. قالوا والصلاة تحتاج إلى نية واحدة، كلها تحتاج إلى نية واحدة، وممكن بعضها يفسد والبعض الآخر ما يفسد. وعلى كل الراجح هو قول المالكية في هذه المسألة. طيب، من مسائل النية يا أخواننا، وآخر مسألة في النية، لو الإنسان تردد بعد ما عقد النية، قلنا عزم بالليل وبيت النية وجاهز، وأثناء الصيام تردد، مثلا في سفر يتردد يفطر ولا ما يفطر، يواصل الصيام اليوم ما سخن كده يتردد، هل هذا التردد يفسد النية، يفسد الصيام ولا ما يفسد؟ أو بيحدث في نفسه قال يا أخي أنا داير أفطر بعد ما قادر أتم النوم داير أفطر. العلماء قالوا هذا التردد، وحديث النفس لا يفسد الصيام، ما بيفسد إلا من عزم، عزم خلاص. من الأول كان متردد قاعد كده وفكر بفطر ما بفطر، اليوم ده مسخي بتيمو كده، بعد شوية قام طوالي قام كب على حيله وماشي على الثلاجة، دخل أسنه ده عزم، بعد ده كان شرب ولا ما شرب وأفطر. ففي فريق بين التردد وحديث النفس، فرق بين شنو؟ عزم النية. طيب، آخر مسألة عندنا وهي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. كده نكون احنا عرفنا الصيام ده من أوله لآخره. إن شاء الله بكرة لما نجي نقرأ في المد بتاعنا هنقرأ بسرعة ونلقى كثير من الأحكام اللي احنا مرد عليه. طيب، طلوع الفجر المقصود به الفجر الصادق. في فجر ما صادقه؟ فجر كاذب يعني؟ نعم. الفجر الصادق، الفرق بينه وبين الفجر الكاذب أن الفجر الصادق أفقي،
يظهر بياض أفق ويزيد ولا ينقص. أول ما دعايم تجاه الشرك شفت بياض. نحن ناس الزمن ده بقينا ذاته حاجات زي ما بنعرفها، لكن زمان الناس اللي عايشين في البادية وعلى الطبيعة مع الزراعة ومع البهائم ذل بعاين كده بيعرف أي حاجة، فجر طلع ما طلع الساعة كم بيعرفوها، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هم يهتدون. أسيت بالنجم بتعرف حاجة؟ الناس بيعرفوا بيوتهم بالنجم زمان، يقول لك بيتنا في النجمة دي، وبهايم وخلاين وين؟ بيحفظ محل النجم ويمشي يفوت، يقول لك هذي لك بهايمنا، شايف النجمة دي؟ أمشي معاه البهايم هناك. طيب الفجر الصادق أفقي والفجر الكاذب رأسي، البياض بتاعه رأسي، قالوا كذنب السرحان قريب من الثعلب لفوق كده، وذاك ينقص ولا يزيد. الفجر الكاذب بيظهر، عشان كده سموه كاذب لأنه ثاني الظلام بيرجع. فالفجر الصادق الأول ده الفجر الكاذب، والثاني ده الفجر الصادق. ونحن هنا عندنا الأذان بيريحنا الأذان، لكن انتبه لحاجة يا إخواني، انتبه ليها. شوف المؤذن، لو أنت تعلم إنه ما بيعمل احتياط، ما بيعمل احتياط، بيأذن مع طلوع الفجر، ده أذانه ده أنت تشتغل بيه طوالي. لو أذن خلاص ثاني لا تأكل ولا تشرب. طيب أما لو كان المؤذن يحتاط، وإن كان ده غلط ذاته من المؤذنين وعدم فقه، ربنا سبحانه وتعالى وسع على الناس، ربنا قال فكلوا واشربوا لحد بتين حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كل ربنا سبحانه وتعالى وسع على الناس، بل من السنة تأخير السحور وتعجيل الفطور، لأنه ده فيه رحمة بالنفس وفيه تضييق لليوم. انت بتجر اليوم بيجاي، بتجر على الفجر، وبتجر اليوم بيجاي على شنو؟ على الغروب، بتضيق اليوم، وده فيه رحمة، وده فيه مسايرة لقواعد الشريعة من التيسير. جر اليوم كده، تضيق اليوم. طيب فلو كان المؤذن بيحتاط، بيأذن قبل 10 دقائق، ربع ساعة، أو في بعض الناس بيعلن يقول لك الإمساكية الساعة كده، غلط، الكلام ده ما صحيح. ربنا قال حتى يتبين لكم، وانتبه الخطأ في هذا مغفور ومعفو عنه. لماذا؟ العلماء قالوا لأنه ربنا قال حتى يتبين لكم. طيب أنا لو ما تبين لي عينت في الساعة ما فهمت حاجة، الأذان بيأذن الساعة 4 مثلا و10، وأنا ما أعرف بأذن كم، 4 وربع، 4 وثلث، ما أعرف، بقيت بالصنة دار أسمع عليه أذان ما سمعته، سألت زول جنبي ما جايب خبر برضه، أها في الحالة دي أنا آكل وأشرب والدنيا ظلام قدامي، تأكل وتشرب. ليه؟ لأنه ربنا قال حتى يتبين لكم، وأنت تبين لك لسه ما تبين لك. عشان كده الصحابي عدي لما قرأ الآية فهم منا إنه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فهم إنه ممكن تشوف ده أبيض وأسود، حتى يجمع عقالين حبلين، حبل أسود وحبل أبيض، بقى بعاين فيهم وياكل ويشرب. ياكل ويشرب ماخذ راحته تمام. لحد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عملت كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالإعادة ولا أمر بالقضاء. لماذا؟ لأنه يا أخواننا ربنا قال حتى شنو؟ يتبين لكم. فإذا طلوع الفجر، إذا الإنسان تحرى، مش أنت بس تكون قافل غرفتك عليك وبعد شوية تاخذ لك صحية تقول يا أخواننا أحسن أنا أسحر ما أمشي عاين برا، كان مشيت عاين ده برا ولقيت الوقت ده طلع تاني ما في طريقة، تقوم تضرب تمام بعدك تفتح الشباك كده غلط، لأنه ربنا قال حتى يتبين لكم. أنت ما تحريت،
انت ما تتحرى، شوف الساعه، تتصنط الاذان، تعاين برا، ما تبين لك تاكل وتشرب، والخطا معفو عنه. الخطا في مساله شنو؟ الفجر معفو عنه. وانا وقت الصلاه ولا لسه؟ 7 دقائق كويس. طيب اذا يا اخواننا مساله الفجر الانسان ياخر السحور، والحاجه اللي يسموها الامساكيه اللي بيعلقوها الناس دي غلط، وفيها مشقه على الناس، وفيها تضييق لما وسع ربنا سبحانه وتعالى. تاكل وتشرب حتى يتبين لك. السحور فيه بركه. حيجينا قدام ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو جرعه ماء. وقال عليه الصلاه والسلام: نعم سحور المؤمن التمر. تمر فيه قوه. السحور ده فيه بركه من نواحي كثيره. انت بتقوم في الوقت بتاع السحر ده بينزل فيه ربنا سبحانه وتعالى، تدعو لك دعوه مستجابه، تصلي لك ركعتين في وقت السحر، تكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ده وقت فيه بركه. عشان كده انت لما تصحى وقت السحر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان في السحور بركه. الحاجه البسيطه اللي انت بتتناولها دي، لو تمره ولا شربت مويه، انت بتقويك في بدنك. طيب ده طلوع الفجر. غروب الشمس، الصيام يا اخواننا بينتهي بغروب الشمس. وغروب معناه شنو؟ غروب قرص الشمس، القرص بتاعها ده، الدائره. لو انت بتقدر تعاين براك، بتقدر تعاين. وده اللي كان بيعملوا الصحابه، وينظرون الى الشمس دون ان يصعدوا، ما في تشدد. واحد يقول لك اطلع فوق لسه، لا، انت لو كنت في محل عادية، ما احنا العمارات دي ما بتخلينا نشوف، معلش ما حنقدر نشوف. لكن لو كنا في حي سهل عادي ونحن بنعاين هذيك الشمس، القرص بتاع الشمس الدائرة دي اذا نزلت، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد افطر الصائم. ما داخل. في ناس الواحد يقول لك: لا مولانا امهل شوية، يعني احنا صايمين من الصباح، ما تضيع في دقيقتين. هي ما ضاعت، انت بتكسب اجر اكثر من اللي بيتاخر. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطره. مما تلقى الناس بيتشددوا في النقطه دي، شوف اي ناس تلقاهم بيتشددوا في نقطه زي دي، اعلم انه ده من قله فقههم في الدين. يا اخي في ناس الواحد يقول لك: يا مولانا كده انتظر لما الاذان ينتهي. الأذان انتهي، هو المؤذن البازن ده أكل له تمر أول حاجة، بعدين مشى أذن. أنت بتنتظر ليه؟ مشق على نفسك. وهذا من الجهل والتنطع في الدين والتشدد. ما تتشدد. قرص الشمس ده لو تقدر تشوفه، شفته خلاص، فقد أفطر الصائم. طيب لو أنت ما بتشوف، تنتظر الأذان. أول ما أذن الأذان، طيب أنا أفطر مع آياته؟ أذان البيجاي ولا البيجاي ولا اذان الحله ولا بتاع الرادي. في ناس مبرمجين في حالنا هناك في البلد اذان الرادي، والله ما ياذن الرادي ما يفطر. وفي البلد هناك بعيد قدام كده نحن شرق، ها شرق جنوب، مفترض نكون قبل الخرطوم، اذان نكون قبال الخرطوم ب7 دقائق 5 دقائق، والله ما ياذن اذان الرادي ما يفطر. يقول لك نفطر مع ديل والإيداد ديل، ومتخيل انه الرادي ده حاجه ضخمه كده وحاجه، ايوه بيجتمعوا عليه، ولا الاذان ده كانه ناس كبار وفقهاء وكده. يا زول اول اذان تسمعه انت، ما دام زول مأمون، ما زول صبي ساي كده بيلعب بالناس، زول مأمون وزول ثقه في دينه وزول ما بيتلاعب، اول اذان تسمع افطر طوالي لتحقيق السنه ما عجلوا الفطره. يا اخي الصحابه شوف بيفطروا كيف. قال الواحد ينظر منهم واقف كده في الارض يعاين، غاب الغرس بتاع الشمس بيفطروا. قالوا: وان احدنا لو ركب على بعيره لرآها. لو طلع لفوق شويه ركب فوق البعير عاين بيشوف الشمس هذه، لكن في الواطه ما بيشوفوها. وربنا احنا تعبدنا، احنا واقفين في الواطه ما طالعين في البعير، احنا تعبدنا في الواطه دي. عشان كده امتى افطارك بيختلف من افطار الانسان
مثلا اللي في دينه بيتنطع، يا اخي افطر بدري كويس، وبعديها يا اخواننا الزول في الصلاه يتمهل. ودانا اختي فاضل كم دقيقه؟ واحده؟ ايوه دقيقه واحده بس نقول فيها جمله جملتين. المؤذنين يمهلوا الناس ياكلوا في الافطار، ما تبقى الاذن بيجاي ها وطوال دك داير يقيم الصلاه وانت نفسك في الاكل. هذا يا اخواننا من الغلط، يمهل الناس حتى ياخذوا حظهم من الطعام والشراب، وبعد ذلك يقوموا للصلاه، والصلاه وقتها واسع. نقف ان شاء الله عند هذا الحد، نواصل في غد.